التدخل الأمريكي يدخل في إطار العمليات الاستباقية التي تنهجها ولاية أمن أكادير للحد من الظواهر الإجرامية، خصوصا ظاهرة السرقات المصوبة، بحيث عرفت أحياء تجيد سكن كدير السلام خلال نهاية الأسبوع بعد السرقات الموصوفة، واللي الأشخاص اللي كيستهدفوا هذه المحلات كيعتمدوا الأسلوب هو السرقة ديال كسر ديال الأقفال، بحيث كيتمكنوا من الولوج لداخل هذه المحلات التجارية، خصوصا المحلات الخاصة بالهواتف النقالة بالضبط الهواتف الذكية، من الاستيلاء تمكنوا من الاستيلاء على مجموعة من الهواتف النقالة، بحيث تجندت المصلحة الولائية للشرطة القضائية وخصوصا فرقة ديال الاستخبار الجنائي من خلال الأبحاث الميدانية وكذلك الأبحاث التقنية من الاهتداء إلى الجونات اللي تم ضبطه معنا مستوى حي السلام، وكيتقدروا بثلاثة الأشخاص، واحد من الأشخاص من ذوي السوابق في ميدان السرقات الموصوفة، بحيث مكنت الأبحاث كذلك من حز مجموعة من الهواتف النقالة، كذلك الأداة المستعملة في تكسير الأقفال، كذلك مبلغ مالي مهم. هذه العملية كتتم تحت إشراف النيابة العامة، والأبحاث راه بقى مسترسلة مع الجونات للكشف عن باقي السرقات اللي متورطين فيها الأشخاص.